اول شيء مرحبا بيا عندكم في مدينه صفرو، الناس ديال صفرو. سبب الحضور ديالي راه الناس ديال الساكنه ولفوا عليا، هذه للمره الثالثه اللي تنكون وكنبغي نشكر الناس اللي تيرحبوا بيا دائما وتيتصلوا بيا وتيلحوا انني نكون عضوه في لجنه التحكيم واخا بخبرتي المتواضعه، فشكرا لحبهم وثقتهم فيا. هذه من جهه. سبب الحضور ديالي هو انني كنكون دائما كل سنه عضوه في لجنه التحكيم، كنعطي يعني بخبرتي المتواضعه ديال 17 سنه وانا في ميدان ديال التجميل واحتكاكي يعني بالمراه المغربيه، خبرتي المتواضعه في الاعلام وكسيده اعمال كنبان لهم سيده اعمال ناجحه. فوالا، دونك هذا هو اول حاجه. ثاني حاجه هو اننا الحمد لله بغينا كنطمحوا لهاد النساء المغربيات او هاد المتباريات يظهروا سنه من بعد سنه في لوك اجمل. دونك اليوم في الختام انا اللي شرفت على اللوك ديال المتسابقات في المكياج، لان حاولت ان ما يكونش زعما شي حاجه زايده. دونك كانوا لي في ناتوريل، مكياج راقي كيف ما غادي تشوفوا، وبلمسات خفيفه حاولنا نبرزوا الجمال ديال الحريفات ديالهم، ما يكونش المكياج اوفر بزاف، وخليناهم على طبيعتهم الشعر لي في ناتوريل، ما كاينش دي زيكستونسيون زايدين، ما كاين حتى شي حاجه واحده اخرى زايده. كلمه اخيره غنبغي نشكر الساكنه ديال مدينه صفرو، كيف ما تشاهدوا مورانا كاين كم هائل ديال الساكنه. كنبغي نشجع الناس ديال المغرب، مستشارين شركات، انهم يشجعوا هاد الناس، لان انا بحكم احتكاكي بهم عن قرب المسؤولين، يعني سواء الناس اللي في الجامعه او العماله، او كيقوموا بواحد المجهود كبير ضخم باش تشوفوا هاد العرض هذا اللي شفتوا اليوم، ماشي سهل. كنتمنى انهم يعاونوهم الناس اللي خارج من صفرو، لان ما بغيناش هذا المهرجان يبقى غير خاص بالمدينه او يحظى غير بتشجيع من صفرو والنواحي، بغينا الناس من المغرب كامل يشجعوا هذا المهرجان.